إذا اليوم توجدنا في إطار يعني الدورة العادية لشهر يوليو 2024، الدورة اللي كانت غانية بحجم النقاط اللي داولنا وكذلك جودة يعني النقاط اللي ناقشنا اليوم خلال هاد الدورة هذه. إذا المواضيع يعني كانت تهم بشكل عام يعني الاختصاص اللي هو موكول الجهة اللي هي التنمية المستدامة بما فيه البعد الاقتصادي وكذلك البعد الاجتماعي البعد الثقافي. كذلك كانت مناسبة لنا باش يعني نوضحوا بعض الأمور فيما يخص القطاع الثقافي وكذلك في مجال البيئي، بحيث هذا المجال نعتبره يعني بين القطاعات الأساسية بالنسبة يعني التنمية المستدامة والمندمجة. ومن خلال يعني في مجال البيئة ما اختصرناش في المجال ديال تطهير السائل، بل اليوم يعني كان نوع من الابتكار في الاتفاقيات، يعني زودنا هاد الاتفاقيات فيما يخص تطهير السائل بمعالجة المياه العادمة، فبالتالي غادي نعطيو يعني فرصة للجماعة التراب ديالي تعاني وندرة الماء كذلك يعني فرصة لاستعمال هاد المياه هاد. إذا كذلك في مازال تأهيل يعني بعض الأقطاب الرئيسية ديال النفوذ الترابي ديالنا كمساهمتنا في تأهيل مدينة تارودانت، بحكم أن هذه المدينة هذه عندها واحد المكانة تاريخية بالنسبة لنا وعندها مكانة خاصة كذلك في الجهة. مدينة بيوغرا كذلك لأن عاصمة إقليم غني بالنسبة لنا، إقليم شتوكا إتباها، وكذلك في مجال يعني الاقتصاد يعني دولنا اليوم على تنزيل جزء من خارطة الطريق ديال السياحة يعني في وثيقة تعاقدية اللي هي يعني جزء من هذا الخارطة الطريق اللي غادي يتم تنزيل ديالو يعني في هاد الفترة يعني المحدده ما بين 24 و 26، دونك اون ديكلينيزون بارسييل ديال لا في دو روت دو توريزم. الممتنعون اذا بالاجماع الدراسه.